صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني قبل كل شيء نتقدم من كافة إخوتنا المسيحيين في فلسطين وكل أنحاء العالم بالتهنئة والتبريك بهذا العيد يعني الكبير، ونتمنى أن يعود هذا العيد علينا بالعام القادم إن شاء الله ونحن في خير وسلام وفلسطين إن شاء الله محررة والقدس عاصمتها الشريف. اولا احنا بنعتذر انه اخونا شوي اخونا ابراهيم شوي تعبان، بس مش ما عندوش كورونا يعني، بس هو تعبان شوي، ان شاء الله بيطلع لكم في المرات القادمه. عدد الحالات التي سجلت اليوم هي صفر، يعني لا يوجد لدينا اي حاله. تم اجراء الفحوصات من خلال 24 ساعه الماضيه 521 فحص، وجميعها سلبيه في كل انحاء فلسطين. العدد الإجمالي لغاية تاريخه 268 مريض. عدد الحالات الفعلي 209. عدد حالات الشفاء زادت حالة واحدة لدينا، وهي خرجت اليوم صباحا من هوغو شافيز، أي 58 حالة. عدد الحالات التي خرجت من مساء أمس إلى اليوم بالمناطق اللي خرجت منها، 7 حالات منطقة بيت لحم، 2 منطقة نابلس، 1 سلفيت، و2 من منطقة رام الله، أي 12 حالة غادرت المشافي الفلسطينية الحمد لله، وعليهم الالتزام بالحجر البيتي. عدد حالات الوفاة في فلسطين 2. عدد حالات العمال المصابين هم 90 عامل. عدد حالات المخالطين للعمال هم 107 عمال، 107 مخالط في مستوى فلسطين. عدد حالات القادمين المسافرين من الخارج 29 حالة. عدد الحالات المخالطة للوفود الصحية التي كانت في منطقة بيت لحم هي كانت 40 حالة. عدد حالات الأسرى حالة واحدة. عدد حالات الطواقم الطبية حالة واحدة. عدد الفحوصات التي أجريت لغاية اللحظة 17629 فحص، وكثير من الفحوصات لغاية اللحظة تحت الإجراء الطبي. هناك لدينا حالتان في هوغو شافيز في الاي سي يو، حاله وضعها استقرت صباحا، وحاله لحتى الان وضعها غير مستقر، وهي عباره عن شخص من منطقه بدو عمره 52 سنه، والحاله الثانيه مريض من منطقه قطنه 37 سنه. يعني الشخصين نفسهم المريضين يعانون من امراض مزمنه. حاله الكيرف زي ما احنا بنوريها كل يوم، احنا يعني ماشيين بالخط بدون ارتفاع، وان شاء الله ان تبقى فلسطين كذلك حتى تزول كل الغم عنها. يعني هو ليس سؤال طبي، بس انا راح اجاوبك عليه، لانه صراحة لا يوجد صراع على التسابق الصحفي او مين بده يعلن المعلومة. اولا هناك قرار من رئيس الوزراء للجنة الاعلامية التي تصدر كل يوم، ولكن الحالات اللي ظهرت امبارح نتائجها كانت متأخرة جدا بعد الإجازة الصحفي، وكان هناك تشاور ما بين معالي الوزيرة والأخ إبراهيم ملحم لإصدار هذه النتائج. واليوم صباحا يعني كان صدور بعض التقارير، كان هناك لقاء صحفي مع معالي الوزيرة وأدرجت هذا الحديث، ولكن أنا يعني متأكد، ليس أتوقع، أنه لا يوجد أي سباق صحفي سواء من بين الأخ إبراهيم أو إحنا، أو إحنا كنا بنأدي واجبنا ومعالي الوزيرة كمان بتأدي واجبها، فالكل مشترك والكل يعني داعم للقرار الموحد، واللجنة الإعلامية سترى كيفية صدور المؤتمر الصحفي، وسيبقى كما هو، لا جديد عليه لا سابقا ولا لاحقا. وإحنا تحدثنا أنه الأخ إبراهيم غير موجود حاليا بسبب الوعكة الصحية اللي عنده، بس أولا نعدكم بذلك إن شاء الله، يعني أنه سنتحدث مع الجميع بهذا الخصوص، أن يكون هناك طبعا كلمة موحدة لمؤتمر موحد. ويعني كما تحدثت هذا لم يحدث للتسابق، وإنما شاءت الظروف بذلك. بما يخص القدس، في هذه اللحظة هناك اجتماع ما بين المحافظ واللجان الوطنية وبعض المسؤولين في منطقة القدس. حاليا يجري هذا الاجتماع في منطقة بير نبالة مع معالي وزيرة الصحة، وأنا سألتحق معهم بعد هذا المؤتمر الصحفي لدراسة هذه الآلية. صراحة نحن نطلب التعاون، ولكن لا يوجد أي جدوى من التعاون مع الإسرائيليين في هذه المنطقة، ولا يسمحوا لنا بالتنقل وأخذ عينات أو أخذ أي إجراء داخل القدس. القدس طبعا فلسطينية بحتة ونحن مسؤولين عنها، ولكن للأسف التجول داخل المنطقة
المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يمكننا أن نقوم بأي شيء. وإن شاء الله أنه اليوم يعني ستصدر هناك بعض القرارات بما يخص القدس تحديدا في أماكن العزل ورفعها إلى طبعا الشؤون المدنية للتعاون مع الأخ حسين الشيخ بهذا الخصوص حتى نتمكن من مزاولة مهامنا داخل القدس كأطباء فلسطينيين سواء من داخل القدس الأطباء أو من منطقة صحة القدس اللي هي منطقة أبو ديس العزري. إن شاء الله بكون هيك وبتكونوا مبسوطين جميعا. طبعا احنا معنيين أنه الكل يسمع الخبر الصحيح في الوقت الصحيح صراحة يعني. والإجازة إن شاء الله راح يكون يحترم الجميع. بما يخص البلازما اليوم هناك سيعقد اجتماع دعت له كمان معالي الوزيرة للجنة الوبائية واللجنة العلاجية الساعة 3:00 مساء لطرح الكثير من المواضيع أمام هذه اللجنة بما يخص العلاج وآلية العلاج وتطور العلاج على مستوى العالم وتبديل بعض الأدوية في استخدام العلاجات وهل هذه الأدوية بقيت بفائدة أو غير فائدة. وهناك أيضا بما يخص البلازما تحديدا سيتم النقاش بهذا الموضوع كاملة وإذا ما كان هناك حاجة لنا في فلسطين باستخدام هذا النهج العلاجي سيتم استخدامه. شكرا. أولا لا يوجد هناك أي نقص بأخذ العينات. العينات تؤخذ على مستوى فلسطين كاملة وما صدر منها هو 520 عينة والباقي تحت الجهاز يعني في الجهاز لحين ظهور النتائج. نحن نأخذ عينات من القادمين من داخل إسرائيل من العمال كاملة ومخالطيهم واليوم طواقمنا تكمل بقي العينات. احنا تحدثنا يوم أمس عن أخذ العينات للمناطق التي يمر منها الإسرائيليين أو المستوطنين وبعض الأحيان يعني بيشتروا منها بعض البضائع في كل محافظات الوطن. طبعا احنا هذه العينات ايضا ستدرس على حدة بحال اذا ما ظهرت فيها اي نتائج ايجابية لانه يكون هناك الاحتكاك مباشر مع الاسرائيليين وان شاء الله سنوافيكم فيها. ولكن لا يوجد اي نقص باخذ العينات. تؤخذ العينات بشكل كامل. تؤخذ العينات على مستوى فلسطين دون نقص في اي منطقة او انتقاص من اي منطقة وذلك حتى يساعدنا في كمان اذا ما كان هناك وباء موجود في منطقة معينة لاكتشافه. وستبقى تؤخذ هذه العينات كل يوم ولن نتوقف عن أخذ هذه العينات حتى لو أنه في إغلاق حاليا في إسرائيل ولا يأتي العمال إلينا ولكن ستأخذ العينات كل يوم. وإن شاء الله أنه كل يوم نطلع لكم بمؤتمر موحد ونحكي لكم أنه فيش عندنا حالات. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية.